في الحياه الطبيعيه من غير رمضان الناس كياخذوا الدواء ديال الغده الدرقيه نص ساعه قبل الفطور، حيث خصو يكون على واحد المعده فارغه باش كتكون هذاك الامتصاص ديال الدواء كيكون الكافي. ولكن في رمضان ما يمكن ليناش نقولوا للناس لا خذوه مع حيت خصو يصوم، ما نقدوش نقولوا ليه خصك تاخذه مع الفطور، حيت اللي خداه مع الفطور هو النهار كامل هو صايم، تعطيه هذاك الدواء خصو نص ساعه باش يفطر، اذا بحال اللي كتعطلو شويه هو كيكون صايم. اذا حنا بالنسبه لينا احسن، حيت هو اللي كنبغيو هو تكون على معده فارغه، احسن وقت اللي كياخذ فيه الدواء هو نص ساعه قبل السحور، كتكون معده فارغه كينوض كيشرب الفنيده ديالو كيبقى واحد نص ساعه وكياخذ السحور ديالو. اذا بهذه الصفه هذه كيكون خدا العلاج ديالو ويؤدي الفريضه ديالو بكل شيء مرتاح وكل شيء بخير.